مادة النقد، النقد الأدبي، كلية الآداب، المرحلة الرابعة. هواي طلاب دا يسألوني على هاي الملازم، طبعا رتبت لكم ملازم كلش مرتبة أنا وفريق العمل. أستاذ سيف تحياتنا له، حقيقة جدا دا يتعب. لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسون تشتركون بالقناة وكذلك المشاركة والتعليق الجميل من حضراتكم، وجوهكم الخيرة. عني بالنسبة لمادة النقد هواي اكو ملازم عليها، وملازم كلش مرتبة وحلوة، بس ما اريدك تستعجل. هذا هو المنشور الاول، هذا اللي تشوفه المنشور الاول، يعني راح اخليه بالوصف. من تضغط عليه راح ياخذك الاول ملزمة، تنزل جوا انت تشوف البقية. شوف، مو ما عجبتك الاولى وتعوفها، كمل البقية. شوف عندك هذه مجموعة من الملازم، شوف ايش قدها كلها. هذه مادة النقد الادبي المرحلة الرابعة كلية الآداب كلها، زين يعني. فهذه كلش راح تستفاد إن شاء الله من عدها، ولا تنسى تشترك بالقناة.